السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. النهاردة هنعرض مع بعض كده فيديو مشتريات جايباه. نزلت السوق جبت الحاجات اللي امامكم ديت، فانا يعني فايدة فيديو المشتريات ده ان هو يعني مش اي فيديو جبت وجبت، لا ده يعني بنستفيد من حاجات كتير فيه. فاول حاجة انا جبتها هو الرمان ده 1.5 كيلو. الرمان احنا بنحب الرمان السكري، يعني لما بجيبه من اللي هو المالح ده او الحد، يعني عيالي ما بردوش ياكلوه ولا حد في الاسرة بيرضى ياكله، فبنرغب السكري. فجبت 1.5 كيلو، هو 4، لان احنا يعني احنا بساط اليومين دول، احنا 3 في البيت، ربنا يجيب عبد الرحمن بالسلامة يا رب. وده جبت 1.5 حلاوة طحينية اهوت ب12 جنيه، 1.5 كيلو. والبطاطس اهيت، بطاطس يعني برضو ما عجبتنيش بس جبت منها، يعني حاولت ان انا ايه اجيب الكويسة كده. 1.5 كيلو ب10 جنيه. وجبت بلح اصفر اهوت، البلح الاصفر ده بيكتر كمان في الخريف، بيبدأ في الصيف ويكتر في الخريف. جايبه بلح اصفر برده اهوت وبلح احمر، انا جايبه البلح الاحمر كتير عن البلح الاصفر، لان البلح الاحمر ده فيه فوائد لا تعد ولا تحصى، يعني بيسميه المصريين اللي هو البلح الزغلول، دي بتبقى بيسهر في الصيف بس بيكتر في الخريف. بيتميز ان هو برغم الصعوبه اللي الواحد بيواجهها، او معظم الاشخاص بيواجههم الصعوبه ديت عند مضغ وبلعه، لكن لا خلاف على انه بيحتوي على العديد من العناصر الغذائيه اللي هو البلح الزغلول ده، والعناصر دي مفيده لصحه الانسان. ما انا بقول لحضرتك حضراتكم ان الفيديو المشتريات ده مش مجرد فيديو، لا بناخد معلومات منه بنستفيد منه. هو مضاد، البلح الاحمر ده او البلح الزغلول مضاد للسرطان، وبيتميز باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بتساهم في الوقاية من السرطان، وده عن طريق بتبقى مكافحة الشوارد الحارة في جسم الإنسان، بيكافح الشوارد الحارة اللي هي بتبقى في جسم الإنسان. وبرضو الشوارد الحارة دهيت بتعمل على بتسبب تلف للخلايا والحمض النووي، فهو بيقضي عليها. ولذلك انا بكتر من البلح الاحمر ده بالذات او البلح الزغلول، برضو هو مفيد لصحة الجهاز الهضمي، بيحتوي على نسبة عالية من الالياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، بتساعد على تحسين حركة الامعاء وتسهيل عملية الهضم وتقليل مرض الإصابة أو الاضطرابات الهضمية مثل الإمساك، الانتفاخ، الغازات. وأيضا هو مناسب للرجيم، لأنه هو طبعا ما بيحتويش على سعرات حرارية عالية، والسكر بتاعه بيكون منخفض، بس سبحان الله لما حد بياكله كده بيبقى مسكر، التذكرة بتاعته دي بتبقى حلوة، وبيعمل على تعزيز صحة الدماغ. يا سبحان الله، يعني احنا داخلين اهوت على ايام الدراسة، يعني الصح ان الطلاب او التلميذ يكتر من اكل البلح الزغلول ده، بيعمل على صحة تعزيز صحة الدماغ والوظائف الادراكية وحماية خلايا المخ من التلف. ولذلك تكتري في يعني بقدر الامكان من البلح الزغلول ده لو انت عندك طلبه في المدارس او في اي دراسه. وبرده بيحد او بيعمل على الحد من هشاشه العظام، لان البلح الاحمر ده بيعمل على تقويه العظام. يعني بص تلاقي السعوديين ما شاء الله صحتهم جامده، عشان هم مشهورين طبعا باكل التمور والبلح، بتكسر عندهم النخل بتاعهم كتير، او التربة عندهم صحراوية بيبقى عندهم بلح كتير وعجوة، فصحتهم يا سبحان الله. لما رحت السعودية يعني انا ممكن اشيل 2 كيلو ابطل، هو يشيل 20 كيلو ويمشي بيهم. السر في اكلهم في البلح كتير،
فاحنا عندنا هنا في ناس عندها شاشة عظام، فأنصح الناس اللي عندها شاشة عظام بأكل البلح الأحمر ده، وبرضه بيحسن جودة النوم. يعني الناس اللي بتعاني من الاضطرابات في النوم عليهم بالبلح الزغلول، وبيمد الجسم طبعا بالطاقة والوقاية من الأنيميا، وبيعمل على تقوية المناعة وضبط ضغط الدم، يعني لا يبقى لا عالي ولا واطي. ده كله كان عن البلح، يعني حبيت ان انا اتكلم على البلح ده لان فيديو المشترات يعني كده، مش فيديو كده وخلاص. وده البرتقال هو جبته، يعني لسه بشير برتقال كده، لقيت ايه اللي كل ما اروح الاقيه لسه اخضر كده، فجبت المره دي من اللي منه، يعني مسابة زي الليمون كده برضو، يعني يعمل على تقويه المناعه وفيتامين سي اللي فيه. وجبت برضو الكوسه دي، عاوز اعملها محشي. وجبت حاجات ديت، ده كاكاو بودره، وده حمص الشام، جبت اربح كده حمص الشام، ودي كيس مكرونه، عندي مكرونه برضو بس ايه، ودي لوبيا اهي، وده عدس، جايبه اربح كده، وده ذره فشار، وده فول مخصص للطعميه، بحب اعمله طعميه. جبت برضو اللي هما الاتنين العلبتين دول من التونه. وجبت خضار اهو، ده فجل اهو، وجرجير، وبصل اخضر، وكزبره. وجبت برضو البلح اسمر اهو، يعني بلح اسمر والاحمر والاصفر. وجبت الفلفل ده، احنا يعني عندنا بستان بيحبوا يعني ياكلوا كده حتى بالعيش، ولذلك انا بحب اكتر منه على طول. وجبت برضو ده عنب اهو، العنب ده اللي هو العنب الفيومي، اللي البناتي او الانواع التانية شحت فيه السوق، يعني اما بيجي الخريف العنب الفيومي ده بيكتر في الخريف، يعني اخر موسم العنب بيبقى اللي هو العنب الفيومي ده. وجبت طماطم، الطماطم خلصت امبارح، فجبت كترت برضو في الطماطم. الكيلو الطماطم كويسة عندنا، الاسعار بتاعتها كويسة، الكيلو ونص ب5 جنيه، وطماطم شكلها حلو كده وبتلمح كده، اللمعة بتاعتها حلوة كده، فكويسة يعني. وجبت طبعا الرمان اهوت، ودي البطاطس نحط يلا عليها، وكيس اوكس هو برسيل، لان احنا عندنا برضو عندي برسيل تاني واوكسي وصابون سايل وفانش وحاجات ديت، فجبت بس اللي هو البرسيل ده. الدنيا حر عندنا خالص. فديت اهيت المشتريات اهيت كلها على بعضها، واخيرا دمتم في امان الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.